إلى حمص، حيث ينضم إلينا مراسل الإخبارية أسامة ديوب ليضعنا في صورة الأوضاع الميدانية هنالك. أسامة، تفضل، ما هي آخر المعطيات الميدانية لديك حتى هذه اللحظة؟ نعم، تحية لك وتحية لمشاهدينا. يواصل الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عملياته بريف تدمر الشمالي الشرقي وعلى محور تدمر السخنة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش العربي السوري وارهابي تنظيم داعش في محيط حق الارك، في حين استهدف سلاح الطيران في الجيش العربي السوري عدة اليات لارهابي تنظيم داعش على الطريق الواصلة بين تدمر والسخنة، ما ادى الى تدمير هذه الاليات ومقتل من بها. كما نعلم زميلنا رانيا، وحدات الجيش العربي السوري كانت قد سيطرت على منطقة الصوامع من ثم تابعت التقدم باتجاه حق الارك وبلدة السخنة وسيطرت على عدد من التلال الحاكمة وتحديدا تلة السيرتيل، وبذلك بات حق الارك تحت السيطرة النارية لقوات الجيش العربي السوري. نبقى شرقا في منطقة جبة الجراح والتي استهدفها ارهابي تنظيم داعش فجر هذا اليوم باكثر من 20 قذيفة من نوع جهنم، ما ادى الى اضرار مادية في ممتلكات المواطنين دون وقوع اي اصابات في صفوف المواطنين. طبعا مصدر هذه القذائف هي منطقة رحوم وعنق الهوى وريف العيمة التي تواجد بها ارهابي تنظيم داعش، وبشكل دائم يستهدفون القرى الامنة في ريف حمص الشرقية كقرية مكسر حصان وجبة جراح والمسعودية. ننتقل الى عمليات الجيش في ريف حمص الشمالي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش العربي السوري وارهابي جبهة النصرة في محيط حوش حج ومنطقة السعند، تزامنا مع قصف مدفعي طال انتشار تنظيمات إرهابية تابعة لجبهة النصرة في تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير أوكارهم. هذا كل شيء بالنسبة للعمليات العسكرية لهذا اليوم في محافظة حمص. عودة إليك رانيا. شكرا لك أسامة ديوب مراسل الإخبارية السورية من حمص، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من هنالك.